بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ سنة تانية دفعة 41 طب شبين. يا رب تكونوا النهاردة عدى على خير الاند وحليته كويس. الحمد لله موديول وخلص، وهنبدأ ان شاء الله دلوقتي مع بعض موديول جديد وهو موديول السي في اس. السي في اس طبعا زي ما انت عارف وسامع، واكيد انت دلوقتي وصل لك ان البايو كيمستري هي مادة من اهم المواد اللي فيه، هي تاني مادة في الدرجات بعد الفسيولوجي. درجات البايو كيمستري حوالي 55 درجة. منهجنا بيدور حوالين ثلاث شابتر ميتابوليزم، اسمهم كربوهيدرات ميتابوليزم، ليبيد ميتابوليزم، وانتجريشن اوف ميتابوليزم. هقول لك دلوقتي يعني ايه ميتابوليزم وكل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله دلوقتي هنبدا في اول شابتر منهم اسمه الكربوهيدرات. بس قبل ما ابدا عايز اقول كلمتين كده في الاول، ركز معايا. اي حاجه بتيجي في الدايت يا جماعه، اي حاجه بناكلها في الاكل، واشهر حاجه بناكلها في الاكل يا جماعه ثلاث حاجات، يا اما بناكل نشويات سكريات، يا اما بناكل شويه زيت او سمنه على الاكل دهون، يا اما بناكل لحمه وفول يعني بروتين. اي حاجه بناكلها في الاكل يا جماعه لازم الاول يحصل لها عمليه في الجهاز الهضمي اسمها عمليه الدايجيشن. يعني ايه نقطه دايجيشن؟ دايجيشن معناها تفتيت الجزيئات الكبيره. يعني مثلا لو في حاجه اسمها ستارش تتفتت لجلوكوز، لو واجد حاجه اسمها ليبيد تتفتت لفاتي اسيد وجليسرول، لو واجد حاجه اسمها بروتين تتفكك لامينو اسيد. بمعنى كلمه دايجيشن يعني هضم، يعني تفتيت الجزيئات الكبيره للوحدات البنائيه البسيطه. لما نخلص الهضم ده يا جماعه هيبقى طالع عندي في الانتستين. لو سكر يبقى جلوكوز، لو دهون هيبقى طالع فاتي اسيد وجليسرول، لو بروتين هيبقى طالع معايا حاجه اسمها ايه؟ امينو اسيد. بعد كده نيجي للمرحله اللي بعدها، المرحله الاولى اللي اسمها مرحله الدايجيشن. المرحله الثانيه اللي عايزين نعملها هي المرحله دي يا شباب، وهي مرحله اسمها مرحله الابسوربشن. يعني ايه يا جماعه ابسوربشن؟ يعني امتصاص، يعني نواتج الهضم اللي طلعت لك الانتستين دي تروح رايحه لك على فين يا شباب؟ على البلد. يقول البلد كاري النواتج بتاع الدايجيشن والابسوربشن دي، ويروح ماشي بيها في الدم ورايح بيها على الخلايا السيلز، ونقوم مدخلين النواتج دي داخل الخلايا. اول ما تبقى انسايد السيلز، اول ما تبقى داخل الخلايا، انسى خالص خالص حاجه اسمها دايجيشن، انسى خالص خالص حاجه اسمها ابسوربشن. انت الان في ليفل اسمه ليفل الميتابوليزم. يبقى يعني ايه ميتابوليزم؟ ميتابوليزم بيقول لك ان هي اولا حاجه تحدث انسايد السيلز، معناها فيت. تعريف الميتابوليزم هو فيت، مصير اوف الفود افتر ايه اند ايه، افتر ايه اند ايه، يلا بعد عمليه ايه وعمليه ايه يا جماعه؟ افتر يا دكتور دايجيشن وابسوربشن. لو فتحت كتابك او المذكره او اي حاجه بتذاكر فيها للسي بي اس لازم هيبقى اول كلمه كده بسم الله. يعني ايه ميتابوليزم اصلا؟ ميتابوليزم يا دكتور معناها ان انت تعمل تمثيل غذائي جوه الخلايا، تمثيل غذائي جوه الخلايا للي جاي لك من الانتستين بعد نهايه عمليه الهضم وعمليه الابسوربشن الامتصاص. طيب يا دكتور يبقى انا كده عندي كام شابتر ميتابوليزم؟ والله لو انت بتتكلم على سكريات يبقى انت عندك شابتر اسمه كربوهيدرات ميتابوليزم. لو انت بتتكلم على دهون زي مثلا التاج والكوليسترول يبقى انت بتتكلم على شابتر اسمه الليبيد ميتابوليزم. لو انت بتتكلم على لحمه يعني بروتين يبقى انت بتتكلم على شابتر اسمه بروتين ميتابوليزم. وفي شابتر رابع بيخدم عليهم. بيخدم عليهم هتفهم ازاي بعد كده. اسمه فيتامين ميتابوليزم. طب المنوفيه قسمت الشباتر دي بحيث ان دول اسمهم سي بي اس، ده منهج مدير السي بي اس، وان دول اسمهم منهج النيوتريشن. طب المنوفيه وطب بنها الاثنين بالظبط حاطين نفس المنهج ده، بس في بنها الكربوهيدرات والليبيد مش في موديول اسمه سي بي اس، بس في بنها موديول اسمه نيوتريشن. بكره او بعد بكره يوم السبت ان شاء الله هيبقى في امتحان لزمايلكم على الموديول ده. المهم عندنا احنا يلا بسم الله في جبين عندنا شابتر اسمه كربوهيدرات والليبيد، ده بندرسه في موديول اسمه سي بي اس، ومعاه شابتر ثاني اسمه انتجريشن، ومعانا بروتين وفيتامين في موديول اسمه ان شاء الله بعد كده اخر موديول معاك في المنهج اسمه نيوتريشن. بسم الله نبدا. ايه ميتابوليزم؟ كربوهيدرات ميتابوليزم.
ما زلت دلوقتي برضه يا جماعه في جزء انترودكشن، عنوان الحصه اسمه جلايكوليزم، بس انا حتى الان لم ابدا جلايكوليزم. بص معايا كده، كده انت فهمت ان انت دلوقتي في شابتر اسمه الكربوهيدرات ميتابوليزم، يعني التمثيل الغذائي اللي بيعمله الجسم للسكريات. اولا يا دكتور، هي ايه السكريات؟ هو احنا ممكن نكون واكلين في الدايت يا شباب حاجه من حاجات كتير قوي. ممكن نكون واكلين في الدايت حاجه اسمها بولي ساكرايد، اشهر بولي ساكرايد اللي هي ستارش. ممكن تكون واكل في الدايت داي ساكرايد، طبعا انت شاطر وعارف داي ساكرايد زي لاكتوز مالتوز ساكروز. ممكن يكون واكلين في الدايت يا دكتور مونو ساكرايد، سكر احاد زي جلوكوز جالاكتوز فركتوز. انا لسه قايل لك ان الاكل لما بينزل على الجهاز الهضمي بيمر الاول مع عمليه اسمها عمليه ايه يا شباب؟ عمليه يا دكتور الدايجيشن. ايا كان نوع الكربوهيدرات اللي في الاكل، هضمها في الاخر لسه هاخد بعد كده حصه اسمها دايجيشن. انا جاي لك النهارده عشان اشرح لك تفاصيل. ايا كان نوع الكربوهيدرات اللي كلتها في الاكل، لما تنزل على الانتستين هتدي سكر من ثلاثه، يا جلوكوز يا فركتوز يا جالاكتوز. انا فين دلوقتي؟ انا في انتستين يا دكتور، سمول انتستين. خلصت عمليه ايه؟ دايجيشن يا دكتور. طلع ايه من نواتج الدايجيشن؟ كل السكريات اللي في الدنيا تتهضم لحاجه من ثلاثه، يا اما جلوكوز وطبعا ده نسبه كبيره، يا فركتوز يا جالاكتوز. ناتي للخطوه الثانيه بعد عمليه الدايجيشن، بنطلع من انتستين على البلد، في حاجه اسمها عمليه ايه يا شباب؟ ابسوربشن. لا معلش يا جماعه، في هنا حاجه غلط. ايه يا دكتور بس اللي غلط؟ الامتصاص من الانتستين ما بيروحش على اي دم، الامتصاص من الانتستين بيروح على بورتال دم. ايه بورتال بلاد؟ ايه البورتال بلاد يا شباب؟ البورتال بلاد يا دكتور هو دم طالع او وريد طالع او وعاء طالع من الانتستين رايح على الليفر. يعني انت عايز تقول لي يا دكتور ان الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز اللي طلعوا من الانتستين رايحين الاول على الليفر. الله، رايحين على الليفر ليه؟ اقول لك يا دكتور، الليفر رايح لها الثلاثه، مين ومين ومين؟ بقول جلوكوز جلاكتوز وفركتوز. يا دكتور يعني الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز لما بيطلعوا من الانتستين ما بيروحوش على القلب؟ لا، لازم يروحوا لمين الاول؟ الليفر. بص معايا بقى، ركز كده الله يكرمك. في الليفر داخلها ثلاثه، جلاكتوز وفركتوز وجلوكوز، ده اللي داخل الليفر. تخيل الدم بيبقى طالع من الليفر رايح بقى على كل الجسم ومنه القلب. تخيل الدم بيبقى طالع بس شايل ايه؟ شايل جلوكوز. انت عايز تقول يا دكتور ان جوه الليفر الجلاكتوز والفركتوز الليفر قالت لهم حرفيا طز فيكم، انا هحولكم للجلوكوز. وده فعلا اللي بيحصل، ان في الليفر، الليفر بتلغي بتنهي بتقضي على الجلاكتوز والفركتوز. فالجلاكتوز والفركتوز وقفوا سالوا الليفر، واحنا للدرجه دي ناس تافهه؟ واحنا للدرجه دي مالناش لازمه؟ الليفر رد عليهم قالت لهم يا عبيط، انا بحميك، انا بحميك يا جلاكتوز، بحميك يا فركتوز باني بحولك للجلوكوز. فردوا عليها وقالوا لها بتحميني من ايه؟ انتظر حصه جلاكتوز ميتابوليزم فركتوز ميتابوليزم وهتعرف ليه. المهم اللي عايز اعرفه دلوقتي على قد معلوماتنا في الحصه دي، ان الليفر بعد الدايجيشن بيبقى داخلها ثلاثه، سبحان الله خارج منها واحد. اذا لو سالتك وقلت لك يلا نروح دلوقتي على معمل ونسحب عينه من دم من هنا ريديال او الان ارتري، ونقول له اتفضل اسلي السكر في الدم، هيقول لي السكر في دمك هو جلوكوز ولا جالاكتوز ولا فركتوز؟ البلاد شوجر الوحيد، البلاد شوجر الوحيد، السكر في الدم الوحيد هو سكر ايه؟ الجلوكوز. يحمل الدم الجلوكوز بعد ما يطلع من الليفر يمشي بيه وديه على الخلايا كلها. ادي الخلايا بتاعت الجسم. اذا يا دكتور دلوقتي هيبدا مرحله اسمها بعد الدايجيشن والابسوربشن، بتبدا مرحله اسمها مرحله ايه يا شباب؟ الميتابوليزم. إذا داخل الخلايا هيحصل ميتابوليزم لسكر الإيه؟ سكر الجلوكوز. إيه هو ميتابوليزم سكر الجلوكوز؟ بص معايا كده. ميتابوليزم الجلوكوز يا شباب هو
تخيل نفسك دلوقتي انت جزيء جلوكوز جاي من الليفر، اما كنت انت فعلا جلوكوز او كنت جلاكتوز وفركتوز اتحولت لجلوكوز. ازاي اتحولوا بعد كده؟ قلت لك انتظر حصه ايه جلاكتوز وفركتوز، هنعرف ان الليفر نحيتهم كانوا هيضيعوا. المهم الجلوكوز دلوقتي ماشي على الدم رايح على الخلايا، دخل جوه الخلايا، الخلايا قالت للجلوكوز انا هعمل فيك ميتابوليزم من حاجات كتير قوي. ما هي الحاجات اللي هي الميتابوليزم بتاعت الخلايا للجلوكوز؟ بص معايا كده يا سيدي. اول حاجه الخليه ممكن تاخد الجلوكوز تعمل له اكسده. تاني حاجه ممكن الخليه تعمل الجلوكوز اكسده، سبحان الله. تالت حاجه ممكن الخليه تعمل الجلوكوز اكسده. ايه الملل ده؟ ما هي مره واحده وخلاص. اقول لك لا، اول مره الخليه عملت للجلوكوز اكسده كان باثوي هعرف عليه دلوقتي، سلسله تفاعلات غرضها أكسدة الجلوكوز بغرض إنتاج الطاقة. هتقولي طب ما ليه أكسدة أخرى؟ أقول لك لأ، تاني مرة الخلايا عملت أكسدة للجلوكوز كان لغرض تاني خالص غير إنتاج الإيه؟ غير إنتاج الطاقة. كان إيه الغرض؟ كان غرضه إنتاج سكريات اسمها بنتوزس. اظن انتوا شطار وفاكرين ار ان اي ودي ان، او اسف رايبوز ودي اوكسي رايبوز. الرايبوز ودي اوكسي رايبوز دي سكريات اسمها بنتوزس. انت عارف ان الخليه لما تحب تصنع رايبوز بتصنعه من الجلوكوز ببصويه تنمي فيه اكسده الجلوكوز. تالت مره الخليه فكرت تاكسد الجلوكوز ما كانش غرضها انتاج طاقه، ما كانش غرضها انتاج سكريات خماسيه. غرض الخلايا في الاكسده الثالثه للجلوكوز كان انتاج مركب هام جدا 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 اسمه يورونيك اسيد. تخيل عشان مركب عملت بصويه. هو انا لحد دلوقتي معايا كام بصويه في المنهج؟ معايا ثلاثه بصويز. البصويه الاول اسمه بصويه اكسده الجلوكوز بغرض الطاقه، والذي يدعى بايه يا شباب؟ ها؟ بسم الله جلايكوليسيس. يبقى انت كده لقطت معايا ان الجلايكوليسيس ده هو بصوي باكسد فيه جلوكوز عشان انتج طاقه. البصوي التاني هو اكسده الجلوكوز بس بغرض انتاج بنتوز، اسمه ان شاء الله لغايه ما يجي له حصته اتش ام بي هيكسوز مونوفوسفيت. البصوي التالت هو اكسده برضه للجلوكوز بس بغرض انتاج حاجه اسمها يورونيك اسيد. يورونيك اسيد فالبصوي اسمه يو اي بي، يو اي بي اختصار يورونيك اسيد بصوي. شكرا. ارجع تاني، ميتابوليزم الخلايا للجلوكوز كان اكسده اكسده اكسده. في كمان رابع بس مش اكسده بقى يا جماعه، تخزين. تخزين بالانجليزي يعني ستورج. طبعا انت شاطر وعارف ان جسم الانسان والحيوان كمان بيخزن الجلوكوز على شكل ايه؟ على شكل يا دكتور جلايكوجين. ان شاء الله ناخد اثنين بصويز، واحد تصنيع الجلايكوجين واحد تكسير الجلايكوجين. جلايكوجينيسز جلايكوجينوليسز، تصنيع جلايكوجين تكسير جلايكوجين. شكرا. ادي اول فيت، ادي اول مصير، تاني فيت، تاني مصير، تالت فيت، رابع فيت، خامس فيت. الخلايا قالت ايه بقى؟ يا جلوكوز انا مره اكسدتك او خزنتك، طب ما تيجي تحويل بالانجليزي يعني كونفرجن. سؤال، هي الخلايا هتحول كونفرجن الجلوكوز ده ايه؟ الخلايا هتحول الجلوكوز اي كونفرجن. مره الخلايا هتحول الجلوكوز لاخواته. مين اخوات الجلوكوز؟ مش قلت لك انتظر حصه هيجي فيها اثنين باسويز اسمهم حصه مين ومين؟ جالاكتوز وفركتوز. مره الخلايا هتحول الجلوكوز لجالاكتوز ويتحول الجلوكوز لفركتوز. المره الثانيه هتحول الخلايا الجلوكوز لليبيد. ايه يا دكتور ده؟ الجلوكوز يتحول ليبيد ازاي؟ اقول لك يا سيدي، هو حضرتك لو قضيتها الصبح ثلاث ترغيف عيش مع فول وطعميه بالسمنه الزبده، والغدا طبقين رز مع طبيخ مع، والعشاء كل يوم فاكهه وحلويات، هو بعد اسبوعين ثلاثه من حياتك من اللايف ستايل ده مش هتتخن؟ اقول لك اه. عارف ليه تخنت؟
ليه يا دكتور؟ لان الجلوكوز الكتير اللي انت عمال تاكله الخلايا مش عارفه تعمل بيه ايه. حاولت تاكسده لسه في جلوكوز، حاولت تاكسده لسه في جلوكوز، حاولت تاكسده لسه في جلوكوز، خزنته بس لسه في جلوكوز. ما انت واكل بالهبل. ساعتها راحت الخلايا محوله لدهون، وساعتها انت تخنت. اخر فيت معايا يا جماعه هو تحويل برضه، بس تحويل الجلوكوز لبروتين الى احماض امينيه. عشان كده على مدار الدفعات السبعه او الثمانيه اللي فاتوا، كل الدفعات اللي درست لهم، الناس كلها حافظه جمله خالده بتقول ان فيت الجلوكوز هو اكسدها اكسدها اكسدها، خزنها، حولها حولها حولها، اكسدها اكسدها اكسدها، كلام على الجلوكوزايه يعني، او خزنها في النص، او حولها حولها حولها. اول سؤال دكتوره مناسب، دكتوره اللي بتشرح الكربوهيدرات او منصه اسمها دكتوره مأسر، وهي رئيس اسم البايوكيمستري، او المفروض ان هي رئيس الاسم، مش عارف دلوقتي هي ولا لا. المهم يعني ان هي المسؤوله عن اسئله الكربوهيدرات في الفايبر. اللي بتشرح الليبيد المفروض ان هي دكتوره نسرين، واللي بتحط الامتحان من سنتين هي دكتوره نسرين، بس السنه الثالثه ما حطتش امتحان، والسنه دي مش هتحط الامتحان. هي بتشرح الليبيد في المحاضره. دكتوره مأسر هي اللي بتحط الامتحان، وهي اللي حطت امتحان دفعه السنه اللي فاتت بتاع دفعه 40. وكل الاسئله اللي الدكتوره مأسر بتحطها هي اسئلتها العاديه اللي بتحطها من سنين، من زمان دكتوره مأسر بتحط امتحانات، تمام؟ فاحنا ماشيين هنبقى بنقول مع بعض الجزء ده دكتوره مأسر بتجيبه على شكل السؤال ده. الجزء ده بيجي سؤال فيه جيف ريزون، الجزء ده يوري، الجزء ده ام سي كيو، وده هيبان لك في الحصص كلها بتاعه السي بي اس. يلا معايا كده، بسم الله. كده خلصنا سبعة فيتس. ده أول سؤال دكتورة مأسر ممكن تجيبه، هو مش مهم قوي بس ممكن تجيبه عادي. عد الفيتس بتاع الجلوكوز، عد الميتابوليزم بتاع الجلوكوز. أوكسيديشن أوكسيديشن أوكسيديشن، ستورج كونفرجن كونفرجن كونفرجن. بالمناسبة طالما في ثلاثة أوكسيديشن، لازم واحدة فيهم تبقى ميجور، يعني ميجور رئيسية، واثنين فيهم يبقوا إيه؟ ها؟ مينور. يعني ايه مينور؟ فرعيه. عارف ليه دي اللي اسمها جلايكوليسيس هي الميجور؟ لانها تم انتاج فيها يا شباب الانرجي. عارف ليه دول اسمهم مينور؟ لان ما طلعش فيهم انرجي. فلما اقول لك يلا بسم الله نبدا اول واحد من السبعه، يبقى بديها ابدا في مين؟ في اكسده. اكسده لمين؟ للجلوكوز، بغرض انتاج ايه؟ الانرجي، اللي هو بصوي اسمه ايه؟ بسم الله كله معايا يلا. جلايكوليسيس. يلا نمسح السبوره ونبدا جلايكوليسيس. الجلايكوليسيس هي اول بصوي معاك. احنا عندنا في السي بي اس كله كربوهيدرات وليبيد حوالي 12 حوالي 12 بصوي. انا عديت لك منهم دلوقتي في الكربوهيدرات بس كتير قوي. ده اول بصوي معايا. في حاجه مهمه جدا في حصه الجلايكوليسيس، ان انت لو مشيت على القواعد الثابته اللي انا بقولها بيريحك شويه في بصويز كتير بعد كده. ايه هي القواعد الثابته؟ اي بصوي بنعلق فيه على خمس نقط، كله معايا يكتب عربي الكلام دوت في ورقه خارجيه او حاجه. اي بصوي بنعلق فيه على خمس نقط، ايه الخمس نقط دي؟ تعريف البصوي ديفينيشن البصوي، مكان البصوي سايت البصوي، والرخم اللي الناس ما بتحبوش وما بتطقوش وده اللي مخلي سمعه السي بي اس وحشه، معادلات البصوي، وانك ترسم المعادلات بايديك، لان دكتوره مأسر بيجيب في امتحان الفاينل سؤال ثلاث معادلات عليهم درجه كبيره من درجه البايو، ارسم بالمعادله. حضرتك المعادلات اللي هترسمها دلوقتي دي مش مطلوب منك اسماء، مطلوب منك ترسمها كربونات زي معادلات عضويه ثانوي كده. بس طبعا زي ما بقول لكم ان انتوا كنتوا في ثانوي ما بترسموش معادلات عضويه لان ما كانش فيه ريتن. انت دلوقتي مطلوب منك تحفظ المعادله وترسمها فاينل. تاني يلا، اي بصوي كله يكتب مطلوب منك خمس حاجات: تعريف البصوي ديفينيشن البصوي، والسايت البصوي مكانه فين، وتالت حاجه الرخمه الرياكشنز او الستبس بتاع البصوي خطوات البصوي، ورابع حاجه امبورتنس البصوي هو انا بعمل البصوي ده عشان ايه، وخامس حاجه واخر حاجه ريجوليشن البصوي هو انا بنظم البصوي ده ازاي. تاني يلا، اي بصوي خمس نقط: ديفينيشن بسم الله، ثم سايت، ثم المعادلات، ثم اهميته، ثم الريجوليشن بتاعه. يلا نبدا اول بصوي معايا في المنهج وهطبق فيه خمس نقط، بس طبعا مش هلحق اقول الخمس نقط في حصه واحده، ده ممكن ياخدوا حصتين واكتر. انا بس هقول دلوقتي يلا بسم الله ديفينيشن البصوي. ايه تعريف الجلايكوليسيس؟ والله ان الجزء اللي فات في الفيديو انت تعرف تقول لي تعريف الجلايكوليسيس. مش هي الجلايكوليسيس كده انت فاهم دلوقتي ان هي اوكسيديشن؟ اسف اسف نسيت، انا بهزر.
هي ميجور يا دكتور، ميجور اوكسيديشن. ليه ميجور؟ لان في اتنين باسويز تانيين اوكسيديشن اللي هو اتش ام بي واليورونيك اسيد، دول مش ميجور، دول ايه؟ ميجور. يبقى ده ميجور اوكسيديشن اوف الجلوكوز فور برودكشن اوف، علشان انتج ايه يا جماعه؟ فور برودكشن اوف اي تي بي. في تعريف تاني طويل كده هقراه معاك دلوقتي يلا من الكتاب او المذكره، بس انت هتاجله لنهايه الحصه الجايه، تخيل لنهايه الحصه الجايه. هو بيقول نتفق اتفاق يا شباب، اي بصوي اسمه بينتهي بمقطع لايسز، ها لايسز، يبقى تاكد ان البصوي ده اول كلمه في تعريفه بريك داون. يلا معايا كده، يلا معايا، انا هاخد بصوي اسمه بعد كده لايبوليسز، يبقى تعريفه ايه؟ بريك داون اوف ليبيد. هاخد بصوي بعد كده اسمه جلايكوجينوليسز، يبقى ده بصوي اسمه ايه؟ تكسير الجلايكوجين. جلايكوليسز يبقى ده بصوي ايه؟ تكسير الجلوكوز. تاني في تعريف عندك بيقول ان هو بريك داون اوف جلوكوز انتو تو مولكيولز، الى جزيئين، of the pyruvate بين قوسين in presence of oxygen or two molecules of lactate بين قوسين in absence of oxygen. حد فاهم حاجة؟ لا. أعرف أشرحها دلوقتي؟ لا، لازم أكون خلصت الحصة الجاية إن شاء الله. فهمتوا؟ أجل التعريف ده. أنا بس عايز دلوقتي تعريف بسيط بيقول أن الجلايكوليسيس هي الأكسدة الرئيسية للجلوكوز من أجل إنتاج الطاقة. ده تعريف حلو ويمشي تمام، بس التعريف اللي بيجي في الامتحانات هو التعريف الرئيسي اللي في الكتاب اللي أنا قلت لك أجله دلوقتي. شكرا. ديفينيشن. النقطة الثانية سايت، دي أول مرة تذاكر بصوي معايا. في أي بصوي في السايت بتاعه كله يكتب القواعد دي، أي بصوي في السايت بتاعه بنطلع بفرعين، بنطلع بحاجتين. لازم تبقى عارف حاجة اسمها الانترا سيلولار سايت. يعني إيه انترا سيلولار سايت؟ يعني هو بيحصل فين البصوي في الخلية؟ في بصوي بيحصل سيتوبلازم، في بصوي بيحصل ميتوكوندري. يعني انتوا شطار وعارفين ان بصوي الريسبيراتوري تشين، ما هو الريسبيراتوري تشين يعتبر بصوي، كان بيحصل في الميتوكوندري على الانر. ايه؟ برافو عليك، انر ميتوكوندريا ميمبرين. في بصوي بيحصل سايتو، في بصوي بيحصل وي في الميتوكوندريا. الراجل ده اللي اسمه جلايكوليسيس بيحصل في سيتوبلازم. الكتاب بيقول لك اسم تاني سيتوسول، سيتوسول هي سيتوبلازم، ده الانتراسيلولار. اي بصوي في السايت بتاعه لازم تعلق على حاجه اسمها تيشو سايت. تيشو سايت يعني ايه تيشو سايت بقى؟ بص معايا، في بصوي بيحصل في تيشو معين، يعني بيحصل في خليه معينه، وفي بصوي بيحصل in all tissues in all cells. تفتكر الجلايكوليسيس بصوي بيحصل في خليه معينه ولا in all cells؟ تعال نفكر يا باشا، ده جلايكوليسيس دي بتنتج ATP. تفتكر خليه معينه اللي محتاجه ATP ولا كل الخلايا محتاجه ATP؟ كله بيقول ان البصوي ده التيشو بتاعه all cells كل الخلايا. سؤال ام سي كيو، ادي اول سؤال ام سي كيو في البصوي. السايت بتاعه هتلاقي مكتوب عندك في كتاب الاسم سيتوسول اوف اول سيل. يعني ايه سيتوسول اوف اول سيل؟ يعني من حيث انتراسيلولار سايت، طبعا تقسيمتي احسن من الكتاب شويه، لو سمحت اكتب على سيتوسول ان اسمه انتراسيلولار، وعلى اول سيل ان هو التيشو سايت. طول ما احنا ماشيين بعد كده في اي بصوي هاجي عند السايت اقول لك هو بيحصل فين؟ جوه الخليه، وبيحصل في انهي خليه. في بعد كده بصوي يحصل ميتوكوندريا، بس في بعض النوادر، بعض النوادر هيبقى جزء من البصوي بيحصل سيتوبلازم وبعض تفاعلاته جوه الميتوكوندري، ساعتها هكتب سيتوبلازم اند ميتوكوندري. شكرا للسايت. اصحى قوي، فوق نفسك ومشرب حاجه وتعالى، يلا لاني هبدا خطوات الجلايكوليسيس بالذرات والرسومات. يلا معايا بسم الله ستيبس. خطوات الجلايكوليسيس يا جماعه، الجلايكوليسيس هو اول ويعتبر الناس ما بتحبهوش دايما، مش لانه اصعب بصوي، هيمر علينا بعد كده بصويز اصعب من كده، زي مثلا دوره كريبس اصعب من الجلايكوليسيس، في بصويز في الليبد اصعب من الجلايكوليسيس،
بس هو صوابت جلايكوليسيس والناس اول ما بتشوف صورته كده اللي انا نزلتها لكم او اللي انا هنزلها لكم مع البوست دوت او مع الفيديو دوت، ان هي صعوبه البصوي ده يا شباب ان هو هتلاقيه الناس بتفتكر الصوره فتفتكر معادلات الجلايكوليسيس، يعني معادلات الجلايكوليسيس دي ان انا قعدت اذاكر فيها يوم واثنين وثلاثه وهكذا. فهتلاقي مع الفيديو دوت اللي انا منزله لك دوت هتلاقي معاه صوره البصوي من المذكره وصوره البصوي من الكتاب. المهم ان البصوي دوت يا جماعه 10 خطوات، ال10 خطوات دول اول اربعه منهم ليهم تسكيمه بتقول فصفرها حولها فصفرها كسرها، فصفرها حولها فصفرها كسرها. عايز كده بالعربي كده الله يكرمكم ما تنسوهاش. الهاء تعود على الجلوكوز، فصفرها حولها فصفرها كسرها. أربع معادلات الأولانيين للجلايكوليسيس بتقول إن الجلوكوز هنفصفره ثم نحوله ثم نفصفره ثم نكسره. فصفرها يا جماعة معناها إن أنت تضيف فوسفيت على الجلوكوز. عشان تعرف ترسم المعادلات كويس لازم ما تبصش عليها قدامك كده، لازم أنت تحاول ترسمها بإيدك واحدة واحدة. فوأنا بشرح المعادلات دلوقتي هرسمها لك معادلة معادلة دلوقتي قدامي. يلا معايا كده نبدأ بسم الله بأول مركب في الجلايكوليسيس. مين هو أول مركب في الجلايكوليسيس؟ الجلوكوز. الجلوكوز ده مركب يا جماعه هو عباره عن 6 كربونات. الديهيد الكربونه الثالثه مقلوبه، تعرف تنفذ معايا 6 كربونات. الديهيد الكربونه الثالثه مقلوبه. الديهيد يا جماعه الكربونه الاولى سي اتش او، الثانيه او اتش اتش، الثالثه اتش او اتش، الرابعه او اتش اتش، الخامسه او اتش اتش، السادسه سي اتش 2 اتش. ادي رسمه الجلوكوز المعتدله. التالتة مقلوبة يا جماعة. فصفرها، كلمة فصفرها يلا دلوقتي هقعد أقول ماشي القواعد العامة لأي معادلات. والنبي وأنت بتسمع معايا يبقى معاك ورقة فاضية تكتب فيها القواعد العامة دي على جنب. فصفرها معناها إضافة الفوسفيت، تعالى معايا على جنب كده، القواعد العامة تبقى تحت. إضافة الفوسفيت يا جماعة على مركب بيتم بصورة من اتنين، لما أجي أضيف على مركب فوسفيت بضيف الفوسفيت بصورة من اتنين. إما أضيف الفوسفيت من تكسير ATP إلى ADP أو أضيف الفوسفيت حرة على السهم. مش فاهم حاجة. أنت عايز تضيف على التفاعل أو في المركب على المركب في التفاعل إضافة فوسفيت. الفوسفيت تأتي من مصدرين مالهمش تاب. إما تروح للجزء اي تي بي تكسره وتاخد منه فوسفيت فيبقى اي تي بي وتاخد الفوسفيت تضيفها. أو تجيب فوسفيت حرة، كلمة فوسفيت حرة دي كرباية عن الإن أورجانيك. إن أورجانيك فوسفيت. يلا معايا كده نطبق. التفاعل ده اسمه فصفره، بالانجليزي يا شباب اسمها فوسفوريليشن. السؤال الاول اللي يجيبه دكتوره مقاسم هنا في التفاعل، ايه مصدر الفوسفيت اللي انت هتضيف بيها؟ هتجيب الفوسفيت منين؟ الاجابه بجيب الفوسفيت من تكسير اي تي بي الى اي دي بي. انكسر اي تي بي الى اي دي بي. طيب السؤال الثاني، هتضيف الفوسفيت فين هنا؟ الفوسفيت هتضاف هنا يا شباب. رخامة حصة السي بي اس هي انك لازم تبقى سامع وانت قدامي الحصة. هتعاني شوية وانت لو بتسمع الحصة ريكورد. ليه؟ لأن هتلاقي زي ما ممكن تسأل زمايلك الكبار في الدفعات اللي قبل كده هيقول لك السي بي اس لازم تبقى قاعد سامع الحصة قدامك قدام الدكتور ويفضل تبقى سنتر. ليه؟ لان انا وانا بشرح هقول لك هنشيل من هنا هنحط من هنا، المعادلات كتير والذرات رايحه جايه بتتوهك. وده اللي هنشوفه دلوقتي معايا، كمل معايا. هاخد الفوسفيت اكسرها من اي تي بي احطها هنا، بص معايا اللي طالع عامل ازاي. المركب كان كده، المركب بقى كده، بص معايا. الكربونه الثانيه اهي، الثالثه اهي، الرابعه اهي، الخامسه اهي، السادسه بقت عامله كده اهو. بدل ما كان اسمه جلوكوز دلوقتي بقى اسمه يا جماعه جلوكوز 6 فوسفيت. يعني ايه جلوكوز 6 فوسفيت؟ يعني جلوكوز عنده عند الكربون السادسه مجموعه فوسفيت. هو اللي حصل في التفاعل بالظبط عشان ما حدش يسالني فيها، هي مش مهمه. مجموعه الفوسفيت دي عشان تكسرها وتطلع من الاي تي بي في ذره هيدروجين من هنا هتمشي. ذره الهيدروجين مشيت من هنا راحت وقفت مكان الفوسفيت اللي طلعت من الاي تي بي. مش الاي دي بي ده كان ادينوزين معاه فوسفيتا فوسفيتا فوسفيتا. انت هتاخد دي
فدي هتزعل دلوقتي الفوسفيده دي، فانا هسكت الفوسفيده دي بذره الايه؟ الهيدروجين اللي عند الست دي. تاني يلا، اول تفاعل في الجلايكوليز اسمه فوسفوريليشن اوف جلوكوز عشان تكون جلوكوز 6 فوسفيت. اول سؤال دكتور عايز تجيبه هنا، سورس اوف فوسفيت هي ايه؟ سورس اوف فوسفيت هي الاي تي بي وتكسيره الى اي دي بي. الفوسفيت اضيفت على ايه؟ على الكربون نمبر 6. كونت ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت. ها يا دكتور خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش. ايه اللي فاضل؟ اقول لك يا سيدي، اي تفاعل من تفاعلات الميتابوليزم، كله يكتب قاعده معايا جديده. اي تفاعل من تفاعلات الميتابوليزم لازم تبين السهم بتاعه انه رايح ولا رايح راجع. رايح بس ده اسمه في التفاعلات انه irreversible، يعني رايح بس. رايح راجع دي اسمها في التفاعلات ان هو ريفرسابل، يعني رايح جاي. ايه القاعده؟ القاعده ان التفاعل يبقى رايح بس ريفرسابل لو حصل فيه لوس اوف انرجي. ايه؟ لوس اوف انرجي يعني فقد طاقه. طب تعالى معايا على التفاعل ده. ده تفاعل حولته فيه جلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز ده جلوكوز 6 فوسفيت، هل حصل فيه فقد طاقه؟ طبعا يا جماعه، ما هو اتكسر اي تي بي الاي دي بي، يعني بين قوسين هنا كده حصل لوس اوف انرجي. طالما كده حصل لوس اوف انرجي في التفاعل اسكت خالص، يبقى التفاعل الريفرسبل. وده بعد كده سؤال تاني تجيبه الدكتور، ايه التفاعلات الريفرسبل اللي في البصريه؟ ده اول واحد تفاعل وهو كمان الريفرسبل. اخر معلومه بقى خلصت التفاعل ده، وهو تفاعل رخم وتفاصيله كتيره شويه. اسم الانزيم ايه؟ لتسميه الانزيم في قاعده بتقول ايه قاعده؟ يلا قاعده جديده. ايه قاعده تسميه اسم الانزيم؟ انك بتشوف اسم الماده اللي اشتغل عليها زائد الشغل بتاعه عليها زائد مقطع ايز. سبستريت واكشن وايز. طب يلا نسمي هنا، هو الانزيم هنا اشتغل على مين؟ على الجلوكوز. عمل اكشن اسمه ايه؟ الاكشن يا دكتور اضافه فوسفيت. لا خدها قاعده، اكشن اضافه الفوسفيت ده اسمه كاينيز. اكشن اضافه الفوسفيت ده اسمه كاينيز، وبالتالي الانزيم ده يبقى اسمه ايه يا شباب؟ اسمه انه اشتغل على الجلوكوز ضاف فوسفيت، يبقى اسمه جلوكو كاينيز. خلص التفاعل الاول وهو من اخر التفاعلات، معلش وتفاصيله كتير، عيد التفاعل كله بتفاصيله يلا بسم الله. فيرست رياكشن في الجلايكوليسيس هو تحويل جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت. العمليه اسمها ايه في الام سي كيو؟ اسمها فوسفره، فوسفوريشن. جت منين الفوسفيت؟ جت من تكسير اي تي بي. ده معناه ان حصل ايه في التفاعل؟ لوس اوف انرجي. ده معناه ان التفاعل يبقى ايه؟ ايرريفرسبل. الانزيم عمل كده اسمه ايه؟ اسمه جلوكوكاينيز. ريفرسبل ولا ايرريفرسبل؟ ايرريفرسبل. شكرا كده لاول واحد من العشر تفاعلات اللي هو فوسفرها. تاني تفاعل معايا هو حولها. عارف يعني ايه في الكيمياء حولها؟ حولها معناها يا جماعه انها هتحول المركب لاخوه، للايزومر بتاعه. عارف مين الايزومر بتاع الجلوكوز؟ لو انت مش عارف ايزومر الجلوكوز، هو الفركتوز يا جماعه، عامل كده اهو. كله يرسم معايا. الرسمه كانت ست كربونات ونوع الدهيد اسمه جلوكوز 6 فوسفيت. دلوقتي بقى ست كربونات بس ما بقاش الدهيد. ده دلوقتي كيتون. اسمه ايه السكر الكيتون الست كربونات ده؟ اسمه فركتوز 6 فوسفيت. فركتوز 6 فوسفيت. مين شاطر يقول لي؟ بص هنا وبص هنا. أنا كده ضفت كام كربون أو ضفت كام هيدروجين أو شلت كام هيدروجين؟ ها؟ يلا، كام هيدروجين اتشالت؟ مستنيكم تردوا. مفيش حاجة اتشالت. ليه؟ ركز معايا يا أستاذ. الهيدروجينتين اللي كانوا هنا دول يا شباب صعدوا للكربونة دي. بقت CH2H. والكربونة دي فضيت فبقت C دبل بوند O. يا أستاذ اسمه تحويل مركب للأيزومر بتاعه. إذا التحويلة دي ولا هزود أي ذرة ولا هشيل أي ذرة، لأن نفس عدد الذرات اللي داخل لازم يكون نفس عدد الذرات اللي خارج.
طب يا دكتور المركب ده اسمه فلاكتوز 6 فوسفيت، الناتج اسمه ايه بقى؟ الانزيم اسف اسمه ايه؟ طالما حول مركب لنظيره يا شباب يبقى اسمه ايزوميريز، يعني حول ايزومر لبعض، حول مركب للايزومر بتاعه. طب سؤال، انت قلت لي ان اي انزيم بنسميه باسم الماده اللي اشتغل عليها والاكشن ايز، هو اسمه ايزوميريز. طيب هو ايه الاكشن بتاعه او ايه الماده اللي اشتغل عليها؟ هو اشتغل على جلوكوز 6 فوسفيت، يبقى اسمه كده يا جماعه فوسفو جلوكوز ايزوميريز، يعني اشتغل على جلوكوز 6 فوسفيت. بس في معلومه مهمه جدا، ايه هي؟ التفاعل ده ما حصلش فيه اي فرد في الطاقه، اذا هو ريفرسبل. ايه المعلومه المهمه بقى؟ اذا كان التفاعل ريفرسبل ينفع اسميه بالعكس. ايه؟ اذا كان، اكتبها والنبي قواعد، اذا كان التفاعل ريفرسبل ينفع اسميه بالعكس. يعني ايه يا شباب؟ يعني ممكن اسمي الانزيم هو كده كده اسمه ايزوميريز، بس بدل فوسفو جلوكوز يعني جلوكوز 6 فوسفيت ممكن اسميه فركتوز 6 فوسفيت ايزوميريز. وعشان كده دكتوره من الاسئله بتخرج من اللخبطه دي، بدل ولا تسميه جلوكوز 6 فوسفيت ايزوميريز ولا فركتوز 6 فوسفيت ايزوميريز، تسميه اسم يرضي الطرفين. ايه الاسم اللي يرضي الطرفين؟ اسمه هو يا جماعه فوسفو هيكسوز ايزوميريز. فوسفو هيكسوز، عارف يعني ايه بالعربي؟ يعني حول 6 ل 6، ايا كان بقى انت قاريها كده قاريها كده، فهو في الحالتين محول 6 ل 6. فوسفو هيكسوز ايزوميريز. التفاعل اللي بعده كده شكرا حولها تمام. التفاعل الثالث فاصفرها. انا قلت لك من شويه فاصفرها معناها اسمها بالانجليزي فوسفوريليشن، يعني ضيف فوسفيت. اي مره تضيف فيها فوسفيت اسال نفسك سؤال، هي الفوسفيت جت منين او جت منين؟ يا كسر اي تي بي يا حر على السهم. كسر اي تي بي يا شباب انك تكسر الفوسفيت من اي تي بي لاي دي بي، ها؟ الفركتوز 6 فوسفيت، انك تكسره من او تجيب الفوسفيت من كسر اي تي بي الى اي دي بي يا شباب، دي اسمها طريقة الكاينيز. الانزيم اللي بيضيف فوسفيت من اي تي بي هو الكاينيز، لسه قايلينها مرة هنا أول مرة، أول تفاعل. اسمه إيه كاينيز؟ هو اشتغل على إيه يا جماعة؟ المادة اللي اشتغل عليها اسمها إيه؟ فركتوز 6 فوسفيت، يبقى اسمه فركتوز 6 فوسفيت كاينيز. طالما كسرت اي تي بي يبقى التفاعل ده حصل ولا ما حصلش فيه فقد؟ حصل لوس أوف إنرجي. طالما حصل لوس اوف انرجي يبقى التفاعل ريفرس ولا ريفرس؟ الريفرسبل. فاضل بس اشوف الفوسفيت اتحطت فين. اول مره حطينا الفوسفيت حطيناها عند 6، تاني مره نحط فيها الفوسفيت هنحطها هنا اهو عند 1، وتطلع الرسمه يا شباب عامله كده CH2OP، كمل C دبل بوند O، الثالثه الرابعة الخامسة السادسة CH2OP. طلع المركب بالمنظر ده. المركب ده كان فركتوز، عنده عند السادسة بس فوسفيت، فكان اسمه فركتوز 6 فوسفيت. دلوقتي هو الفركتوز بس عنده عند الأولى والسادسة فوسفيت، فيبقى اسمه يا شباب فركتوز 1 و6 بس فوسفيت. فركتوز 1 و6 بس فوسفيت، يعني فركتوز عنده عند الاولى والست بس، يعني باي بس يعني 2. هو في شويه فرق ما بين باي وبس يعني ايه، بس مشيها ان بس يعني 2. طيب الانزيم اسمه ايه؟ ما انت قلت لي اسمه فركتوز 6 فوسفيت وضاف فوسفيت يبقى كاينيز. ما تيجي ناخد اختصار كده، سموا الانزيم ده باسم فوسفو فركتو كاينيز. فوسفو فركتو يعني ايه؟ فوسفو فركتو يعني اشتغل على فركتو 6 فوسفيت، كاينيز يعني ضاف فوسفيت، وفي الاخر 1. بصوا يا جماعه، طول ما انا ماشي في السي بي اس هقابل اختصارات كتير جدا. اي مره تقابل فيها اختصار اعرف ان الاختصار المهم ده ممكن الدكتوره يجيبه لك في الفاينل في السؤال على شكل اختصار بس، مش مطلوب منها خالص انها تقول لك ده اختصار ايه. يعني لو قالت لك الدكتوره في الام سي كيو بي اف كي 1 بيعمل كذا،
مين بي اف كي 1 دوت؟ ده اختصار مهم، اول اختصار معاك هام جدا في المنهج، فوسفو فراكتو كاينيز 1، يعني انزيم اللي بيضيف فوسفيت على الفراكتوز عند الكربونه 1. فهنا لما تاخد الجزء ده هتروح سائل سؤال، هو اشمعنى انت سميت الانزيم هنا بمكان اضافه الفوسفيت؟ ما انت لسه مسميه اهو جلوكوكاينيز عادي وما قلتش مكان اضافه الفوسفيت، يعني ما قلتش جلوكوكاينيز 6 مع ان هو ضاف عند 6. ليه هنا قلت مكان اضافه الفوسفيت؟ الاجابه الجلوكوز ثابت انه لما يتضاف عليه الفوسفيت شرط دايما لازم تضاف الفوسفيت عند الكربونه 6. فلما تسمي انزيم بيضيف فوسفيت على الجلوكوز ما ينفعش تقول جلوكوز او جلوكو 6 كاينيز، لان هو مفهوم ان اضافه الفوسفيت على الجلوكوز هتتم عند 6. اما هنا لما تضيف الفوسفيت لتاني مره بقى لازم تحدد انت هتضيفها عند 1 ولا عند 2 ولا عند 3 ولا عند 4. فالفوسفو فراكتو كاينيز لازم تحدد ان هو 1 بي اف كي 1 فوسفو فراكتو كاينيز 1، يعني الانزيم اللي ضاف فوسفيت على الفراكتوز 6 فوسفيت. طب الانزيم او التفاعل ده الثالث ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ الريفرسبل، ودي تاني مره في البصوي نقول تفاعل الريفرسبل بعد اول تفاعل في البصوي اللي هو الجلوكوكاينيز. تاني واحد ده كان عبيط ما فيهوش حاجه، تالت واحد ده الريفرسبل برضه. الخطوه الرابعه والاخيره، خلي بالك اني قلت لك فصفرها تمام، حولها تمام، فصفرها كمان تمام، يلا كسرها. معنى كلمه كسرها يا شباب ان انت عايز المركب اللي قدامك ده اللي هو اسمه فركتوز 1 و6 بس فوسفيت يتكسر لمركبين، يتكسر لمركبين، والمركبين دول شرط يكونوا قد بعض بالظبط. عارف عشان المركب ده يتكسر لمركبين قد بعض بالظبط تكون الكسره عامله ازاي؟ واحد هيقول لي اهي، اقول لك غلط، الكسره دي ما تخليش اللي فوق قد اللي تحت، عشان الكسره تبقى مظبوطه لازم الكسره تبقى كده، بصوا 1 2 3 وتسرق اتش من الرابعه، كله يعلم ان الكسره كده لازم تسرقها او لازم اسف تكسرها بالمنظر ده. تعالى جمع معايا المركب اللي جوه دايره كده، يلا مين المركب اللي جوه دايره عندك اهو؟ اهو يا دكتور CH2OB، كمل سي دبل بوند او، كمل بصوا بقى التالتة دي سي اتش ومعاها كمان واحدة اتش اهي، فتبقى سي اتش 2 او اتش. طب ما تيجي ترسم لي اللي بره الدايرة، اللي بره الدايرة الأحمر دي، مين اللي بره الدايرة؟ بص معايا كده يا دكتور، سي و اتش و او تبقى سي اتش او، الكربونة التانية سي او اتش اتش، الكربونة التالتة CH2OB. المركب كان اسمه فركتوز 1 و6 بيسفوسفين، تم كسره الى المركبين دول. اولا عايزين نسمي المركبين دول يا شباب، يلا المركب ده يا شباب مركب سبق خدناه في سنه اولى في الفاونديشن بس انت اكيد ناسي، كان اسمه داي هيدروكسي اسيتون، داي هيدروكسي اسيتون. بس هو دلوقتي ما تنساش ان معاه مجموعه ايه؟ فوسفيت. فيجي لك تاني واهم اختصار في المنهج بعد بي اف كي 1، اختصار اسمه ذهب. ذهب هام جدا جدا، ذهب ده يا جماعه، ذهب ده اختصار ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ذهب اختصار داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. المركب اللي بالازرق ده مركب برضه سبق ان احنا خدناه السنه اللي فاتت، كان اسمه جليسرالدهايد، جليسرالدهايد. بس دلوقتي يا دكتور الثالثه عندها فوسفين، اذا اللي قدامنا على السبوره ده الجليسرالدهايد 3 فوسفيت. تاني يلا، ده داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ده جليسرالدهايد 3 فوسفيت.
تم كسر الفركتوز 1.6 بس فوسفيت الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وجليسرالدهايد 3 فوسفيت. اسمه ايه الانزيم اللي كسر ده يا جماعه؟ الانزيم اللي كسر ده يا جماعه اسمه مميز. يعني ايه اسمه مميز؟ يعني مش ماشي على القاعده بتاعت سبستريت واكشن وايه. بصوا جلوكوكاينيز ده على القاعده، فوسفو هيكسوز ايزوميريز ده على القاعده، فوسفو براكتوكاينيز 1 ده على القاعده. انما ده انزيم فريد كده في نوعه، انزيم فريد في اسمه، اسمه اردوليز اي. اقول لك حاجه، طالما احنا قابلنا دلوقتي في الحصه الاولى في السي بي اس انزيم اسمه فوسفو براكتوكاينيز 1، تاكد ان احنا هنقابل اخوه بعد كده في حصه ما اسمه فوسفو براكتوكاينيز 2. انت عارف طالما النهارده قابلنا الانزيم ده اللي كسر ده وعمل التفاعل ده اللي اسمه اردوليز اي، تاكد ان في حصه من الحصص هنقابل فيها ان شاء الله اخوه اردوليز بي. التفاعل ده عبيط ما حصلش فيه حاجه، هتقول لي ده اتكسر. ما يتكسر المركب ايه يعني؟ انا ماشي على قاعده بتقول عشان تخلي التفاعل ايرريفرسبل لازم يحصل لوس اوف انرجي. هل حصل في التفاعل كسر اي تي بي؟ لا يا دكتور. طالما ما حصلش فقد في الطاقه يبقى التفاعل عادي خالص يا جماعه، طالما نو لوس يبقى التفاعل عادي خالص ايه؟ ريفرسبل. ريفرسبل يعني رايح جاي. وبكده يا جماعه خلصنا كسرها لتاني مره، او اسف الخطوه الرابعه اللي هي كسرها، كسرنا يا جماعه الفركتوز 1.6 الى ذهب والجليسرولهايد. كده انا خلصت، فصفرها حولها فصفرها كسرها. شباب في مشكله كبيره جدا حصلت دلوقتي. ايه يا دكتور؟ المشكله ان انت قبل كده في البصويه كنت مركب بتفاعل بتدي مركب، مركب بتفاعل بتدي مركب، مركب بتفاعل بتدي مركب. بص بقى المره الرابعه والاخيره ديت المشكله يا جماعه، زي ما كنت بقول لكم ان دلوقتي التفاعل ده بقى مركب واحد طلع مركبين. يعني دلوقتي يا جماعه انا معايا مركبين غير بعض خالص، واحد اسمه ذهب واحد اسمه جليسرولدايسيليفوسيد. ايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان انا مش هكمل اتنين بصوي، انا لازم اكمل بصوي واحد بس، يكمل مع ده يكمل مع ده، انا هكمل مع مين؟ الفكره يا شباب ان الاتنين مركبين مختلفين عن بعض، بس دي حاجه كويسه. ايه هي؟ انهم ايزومرز لبعض. ايه؟ ايزومرز لبعض، يعني ممكن احول واحد فيهم للتاني، وبالتالي انا هلغي واحد منهم باني احوله للتاني، ويبقى معايا نسختين من نفس المركب، وبالتالي يبقى انا دلوقتي هكمل البصوي مع مركب واحد بس بجزئين منه. تاني، انا مش هكمل مع ذهب لوحده وجليسرولدهايد لوحده، لا انا هكمل مع واحد بس فيهم. طب ازاي؟ هلغي الذهب واحوله لجليسرولدهايد واكمل البصوي بنسختين من الجليسرولدهايد، ويبقى معايا اتنين جزيء جليسرولدهايد يا شباب. طب سؤال يا شباب، انزيم بيحول مركب للايزومر بتاعه يبقى اسمه ايه؟ ها صح الناس اللي بتقول ايزومريز. طب مين شاطر يسميه على نفس الوزن ده؟ بدل فوسفو هيكسوز ايزومريز يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى فوسفو ترايوز ايزومريز. يعني ايه ترايوز؟ يعني بيحول ثلاثه لثلاثه، لان هو انزيم حول ثلاث مركبات لثلاث مركبات، زي ما ده اتسمى فوسفو هيكسوز لانه حول 6 ل 6، يعني حول ست مركب 6 كربونات لمركب 6 كربونات. التفاعل طبعا عبيط ما فيهوش حاجه، يبقى ريفرسبل. ومن دلوقتي ابقى عارف اني هكمل البصوي مع 2 جزيء جليسرولدهايد 3 فوسفيت. ومن دلوقتي تبقى عارف ان اي حاجه هتحصل في البصوي بتحصل مرتين. اي حاجه هكسبها في البصوي هكسبها مرتين. اي حاجه هخسرها في البصوي هخسرها مرتين، لاني مكمل البصوي مع كام جزيء؟ 2 جزيء جليسرولدهايد 3 فوسفيت. رسمته اهي، معلش انا اسف لما وقفت بس عمر ابني بوظ الرسمه. سي اتش او الكربونه الثانيه سي او اتش اتش، الكربونه الثالثه سي اتش 2 او في، ده جليسرولدهايد 3 فوسفيت. ونكمل البصوي على السبوره اللي بعدها.
بعد كده يا جماعه معانا هنكمل الجزء الثاني من البصويت، واللي بيبدا باثنين جزئين من جليسوربهايد سي فوسفيت. بص معايا الجليسوربهايد عامل كده اهو سي اتش او، الكربونه الثانيه او اتش اتش، الكربونه الثالثه سي اتش 2 او بي. الخطوه اللي بعد كده يا جماعه خطوه اكسده. خد القاعده دي كده على جنب، القاعده على جنب اهي. اوكسيديشن معناها ايه يا جماعه؟ يعني ايه اكسده؟ طبعا احنا لسه مخلصين دلوقتي ريسبيراتوري، عارفين ان الاوكسيديشن معناها نزع هيدروجين او اضافه اكسجين. والنزع الهيدروجين وانك تحطه على كارير اسمه دي هيدروجينيز، وانك تنزع هيدروجين وتحطه على اكسجين ده اسمه اوكسيديز. انا دلوقتي عايز اعمل اكسده بطريقه الدي هيدروجينيز، يعني هنزع هيدروجينتين والكارير اللي هيجي على السهم هيبقى ناد، والناد لما بيشيل الهيدروجين بيبقى اسمه ناد اتش موجب اتش. في هيدروجينتين هيتشالوا. السؤال بقى يا جماعه فين الهيدروجينتين اللي هيتشالوا؟ الهيدروجينتين اللي هيتشالوا يا شباب اهم، بص كده معايا. احنا هنفك الالدهيد يا جماعه. ادي الالدهيد اهي يا شباب. ادي اتش من الاثنين هيتشالوا، واحده هيدروجين اهي. الاتش الثانيه مش لاقي لها مكان، مش جايب، مفيش مكان للهيدروجين الثانيه، مش عارف اجيبها منين. الهيدروجين الثانية هتيجي من حاجة هتضاف على السهم، أنا عايز أضيف على السهم فوسفيتا. أنت قلت لي من شوية إن عشان تضيف فوسفيتا على مركب إما أجيبه من كاس الـ ATP أو فوسفيتا حرة، أنا هضيف على السهم فوسفيتا حرة يا شباب. دبل بون أو أو إتش أو إتش أو إتش. لما بصيت على الفوسفيتا لقيت ربنا بارك لها في الأو إتش بتاعتها. قلت لها بقول لك إيه؟ ما تسلفيني واحدة. وهي الإتش دي مع الاتش دي، ادي اتنين اتش خرجوا على الناد طلعوا على شكل ناد اتش باص اتش. بس دلوقتي حصل مشاكل كتير قوي، تعال نرسم المركب تاني يلا. حصل مشاكل كتير قوي يا شباب، كمل معايا. اول مشكله الكربونه دي فقرت بومب. تاني مشكله الاو اتش بتاع الفوسفيت ده فقرت بومب. دي الاو اتش دي بتاع الفوسفيت ده فقرت بومب، وكده بقت في ناس كتير زعلانه. الكربونه زعلانه والفوسفيتا كمان زعلانه. قلنا عشان نرضي الاطراف دول يا جماعه عملنا ايه؟ قمنا جايبين الاكسجينه والفوسفيت حطيناهم مكان الهيدروجينه. بصوا اللي هيحصل، الاكسجينه والفوسفيت حطيناهم مكان الهيدروجينه، وبكده طلع المركب عامل كده اهو. بعد ما كان اسمه يا شباب، هو دلوقتي اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ جليسورالدهايد 3 فوسفيت. دلوقتي بقى اسمه ايه؟ قبل ما نقول اسمه ايه؟ تعال نسمي الانزيم اللي عمل التفاعل ده. الانزيم اشتغل على الجليسرالدهايد 3 فوسفيت نزع هيدروجين. اشتغل على الجليسرالدهايد 3 فوسفيت نزع، ما تترجم يا عم معايا. يبقى اسمه دكتور جليسرالدهايد 3 فوسفيت ونزع هيدروجين، يبقى اسمه دي هيدروجينيز. سؤال ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ما حصلش يا دكتور فقد في الطاقه، يلا كله بيقول معايا اهو، يبقى ريفرسبل، ما حصلش اي فقد. المشكلة بقى في اسم المركب ده. سؤال، هو ده اتسمى جليسرالدهايد ليه؟ عارف ليه اتسمى جليسرالدهايد؟ لأن عنده مجموعة إيه؟ الدهايد سي اتش او. ده اتسمى جليسرالدهايد برضه؟ لا طبعًا، ما بقاش فيه الدهايد. طب أنا بسألك دلوقتي، المركب ده ينتمي لإيه من المركبات العضوية؟ يعني ده كحول ولا حمض ولا ولا؟ عارف عشان تعرف هو إيه؟ شيل الفوسفيت حط مكانها اتش. شيل الفوسفيت، اتخيل الفوسفيت اتشالت وبقى في مكانها اتش. اتش ها؟ سي او او اتش. ايه يا دكتور ده؟ ده كده المركب ده ينتمي لايه؟ ها؟ للاحماض. يبقى المركب اللي طلع دلوقتي دوت اللي انا رسمته لك طلع ان طبيعته اسيد. الاسيد اللي جاي من الجليسرالدهايد اسمه جليسريك اسيد. جليسريك اسيد. ولان الجليسريك اسيد عنده عند الاولى والتالتة مجموعة فوسفيت فسميناه واحد وتلاتة بس فوسفو جليسريك أسيد. واحد وتلاتة يعني عند الكربونة واحد وعند الكربونة تلاتة فوسفيتا، وده اسمه جليسريك أسيد. الانزيم عمل تفاعل تاني بسرعة. الخطوة اللي حصلت على السبورة دي اسمها خطوة أكسدة أوكسيديشن. في واحد جاي يسألني هنا، أنا عارف إن في واحد بيسأل السؤال لنفسه، هو أنت ليه ما سميتش الانزيم كاينيز؟ ما انت ضفت فوسفيتا. اولا الاجابه حاجتين، اولا الانزيم بيبقى اسمه كاينيز لو الفوسفيتا متجابه من اي تي بي، لو الفوسفيتا ضفتها من كسر اي تي بي.
تاني حاجه الاكشن الرئيسي هنا مش ضغط الفوسفيت، الاكشن الرئيسي هنا دي هيدروجينيز، نزل هيدروجين. اذا هي عمليه اكسده بواسطه دي هيدروجينيز، انزيم اسمه جليسترول هاي 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. اشتغل على الجليسترول هاي 3 فوسفيت، كون واحد وثلاثه بيسفوسفوجليسريت او بيسفوسفوجليسريك اسيد. خلصت جاي امشي، استنى في غلطه في الرسمه، في غلطه في الرسمه. ايه يا دكتور الغلط؟ ما الرسمه زي الفل اهي. لا في غلطه فيها، ايه هي يا شباب؟ الغلطه يا شباب اللي في الرسمه ان الفوسفيته دي عامله كده اهو. لسه امتحانين الريسبيراتوري وعارفين المنظر ده اسمه ايه؟ ده اللي مش فاكر المنظر ده يا جماعه في الكيمياء اسمه هاي انرجي بوند. قاعده كده يلا معايا، تعالى معايا تحت عند القواعد. ايه القاعده يا دكتور؟ ان الهاي انرجي بوند اذا شفتها في مركب، كله يكتب ورايا يلا، لازم بعدها عسى يتكون اي تي بي. طالما شفت في مركب هاي انرجي بوند لازم لازم تلاقي على السهم، على السهم بعدها متكون اي تي بي. طب لو ما تكونش اي تي بي يبقى ضاعت. لو ما تكونش اي تي بي يبقى حصل، ها لو ما تكونش على السهم يبقى ضاعت. طالما ضاعت يعني حصل ايه؟ ها حصل لوس. لو ما تكونش على السهم اي تي بي يبقى التفاعل اللي بعدها irreversible. بس هنا الحمد لله ان اتكون. عارف ازاي اتكون؟ خدنا الفوسفيت الهاي انرجي دي جبنا لها على السهم اي دي بي، كوننا اي تي بي. كان نفسي الناس تبقى دلوقتي قدامي في السنتر، كان نفسي عشان اسال اسمها ايه دي. كل سنه في طول السنين اللي فاتت طول عمري بشرح البصريه جاي واسال سؤال والشطار هو اللي يعرفه يجاوبه. اسمها ايه العمليه اللي حاصله على السهم دي؟ والله كل سنه في الامتحانات دكتوره مقاسر بتجيبها في امتحانات سي بي اس، والله هامه جدا المعادله. التفاعل اللي حصل على السهم ده يا جماعه اسمه تفاعل سابستريت ليفل فوسفوريليشن. ايه؟ سابستريت ليفل فوسفوريليشن. احنا لسه مخلصين ريسبيراتوري وعارفين ان تكوين اي تي بي على السهم من المواد اسمه سابستريت ليفل فوسفوريليشن. الانزيم اللي لسه ما سميتوش جه خد الفوسفيت الهاي انرجي حطها على اي تي بي كون اي تي بي، ومكان الفوسفيت لزق هيدروجين. يلا لما الزق هيدروجين هنا المجموعه دي تبقى مجموعه ايه يا شباب؟ تبقى زي ما انا عمال اقول انها مجموعه يا دكتور اسيد سي او اتش، والكربونه الثانيه او اتش اتش، والكربونه الثالثه سي اتش 2 او بي. بذمتك يا راجل كان جلس كان اسمه جلسريك اسيد عنده عند واحد وثلاثه، دلوقتي الجلسريك اسيد عنده عندي كام بس؟ ثلاثه. يبقى اسمه يا شباب 3 فوسفو جليسريك او جليسريت. بصوا يا شباب جليسريك هي جليسريت زي بعد كده، بايروفيك هي بايروفيت زي بعد كده، لاكتيك هي لاكتيت. دي صورة الحمض، وايت ايت هي صورة الملح بتاعه. فجليسريت هي جليسريك اسيد. المعضلة الغريبة جدا، النقطة الرخمة قوي، اسمي الانزيم ده ايه؟ هو الانزيم ده شال فوسفيتا من ماده، شال فوسفيتا حطها على اي دي بي كون اي تي بي. المفاجاه الغريبه جدا ان الانزيم اسمه كاينيز. مفاجاه غريبه قوي. ايه يا دكتور ده؟ ده انت لسه قايل لي من شويه ان كاينيز معناها انه بيكسر اي تي بي الى اي دي بي وياخد الفوسفيت يضفه. صح. بس كمان كاينيز معناها ياخد فوسفيتا هاي انرجي يضيفها على اي دي بي يكون اي تي بي. ده معنى كاينيز، انه بياخد الفوسفيتا هاي انرجي يحطها على اي دي بي يكون اي تي بي، ويبقى اسم الانزيم كاينيز برضه. اسمه ايه كاينيز؟ هو اشتغل على مين يا شباب؟ بيسفوسفوجليسريت، يبقى اسمه بيسفوسفوجليسريت كاينيز. سؤال ذكي جدا من الاذكياء، ولا ذكي ولا حاجه، ده تافه. التفاعل ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ يا دكتور هو حصل فقد، ده حصل انتاج، ده التفاعل ده بينتج لي طاقه، ده التفاعل ده جميل جدا، يبقى ريفرسبل. انا بقول لك بيبقى ايريفرسبل بس لو حصل لص.
هنا ما حصلش مصدر، هنا حصل انتاج طاقه زي الفل. زي بقول للناس كل سنه، اول ما توصل عند 3 فوسفوجليسريت تنفس الصعداء، لان البصوي بينتهي حسبي الله ونعم الوكيل. البصوي بيخلص خلاص من عند 3 فوسفوجليسريت. خطوات سهله شويه، كمل معايا يلا. ال 3 فوسفوجليسريت بعد كده حد يقول لي ايه اللي حصل؟ تفاعل عبيط قوي اللي جاي ده يا جماعه. سي او او اتش سي او بي اتش سي اتش 2 او اتش، كله يركز ويقول لي ايه اللي حصل؟ ها التفاعل قدامك اهو. والله يا دكتور اللي حصل في التفاعل ده ان الفوسفيتا اللي كانت عند 3 صعدت من 3 ل 2، فبقت الفوسفيتا هنا، فبديهي اسمي المركب بدل 3 فوسفوجليسريت يبقى كله بيقول اكيد دلوقتي الاسم ايه؟ 2 فوسفوجليسريت. 2 فوسفوجليسريت اسمه ايه الانزيم ده؟ الانزيم اللي عمل التفاعل ده سميه ايه؟ بصوا يا شباب، الانزيم ده قاعده هامه جدا اسمها قاعده الميوتيز. ميوتيز الانزيم ده اسمه ميوتيز. يعني ايه ميوتيز؟ كل اللي طلع عنده على جنب ينقل مجموعه من كربونه لكربونه جوه نفس المركب. والله ده اللي حصل، نقل مجموعه من كربونه لكربونه جوه نفس المركب، فبقى اسمه ساعتها 3 فوسفوجليسريت بقى 2 فوسفوجليسريت. بس في الحالتين هو فوسفوجليسريت، ولا زاد حاجه ولا قل حاجه، والانزيم اسمه ميوتيز، وتفاعل عبيط طبعا تفاعل ريفرسبل. كمل معايا. التفاعل قبل الاخير، شيل ميه انزع ميه. الميه اللي هنزعها يا جماعه هتنزع كالاتي: اتش من هنا او اتش من هنا. طبعا لما انزع من الكربونه دي اتش فقره بوند، ولما انزع من الكربونه دي او اتش فقره بوند، فبديها احط هنا ايه يا شباب؟ دبل بوند، صح كده؟ فالرسمه تبقى عامله كده: سي او او اتش سي او بي دبل بوند سي اتش 2. ادي الرسمه هي يا شباب، شلنا ميه من 2 فوسفوجليسريت فالمركب طالع عامل كده. شباب الرسمه غلط، شباب الرسمه غلط، الرسمه كده. ايه ده تاني يا دكتور؟ تاني يا دكتور. اسمها ايه يا شباب؟ ها؟ اول ما اشوفها شاور عليها، اسمها هاي انرجي بوند. قاعدتها ايه يا شباب؟ تعالى معايا. اول ما تشوف هاي انرجي بوند لازم بعدها عسه يتكون اي تي بي. طب لو ما تكونش اي تي بي يبقى ضاعت. طب ضاعت يبقى التفاعل الريفرسبل. المركب اهو يا شباب، عسه الحمد لله تكون اي تي بي. حصل ايه؟ خدنا الفوسفيت على اي دي بي، كوننا اي تي بي. واحده واحده كده. هو انا لما شلت الفوسفيت لزقت مكانها ايه؟ اتش، صح؟ لما تشيل الفوسفيت الزق اتش، يلا الزق معايا اتش. المركب اللي طالع اهو سي او اتش سي او، وبدل الفوسفيت اتش دبل بوند سي اتش 2. عارف المركب اللي طالع ده اسمه ايه؟ اسمه يا دكتور؟ دي مجموعه هيدروكسي وده بيروبيت. الدايره دي هيدروكسي واللي بالاسود بيروبيت، فهو اسمه هيدروكسي بيروبيت، او نسميه اينول بايروفيت. ايه؟ اينول، اينول بايروفيت. طب بذمتك يا اخي ده كان اسمه اينول بايروفيت، ده يبقى اسمه ايه؟ ما هو الاينول بايروفيت برضه، بس عليه مجموعه ايه؟ فوسفيت، فيبقى اسمه فوسفو اينول بايروفيت. بيب، بيب اختصار فوسفو اينول بايروفيت. ايه الاختصارات الهامه جدا اللي خدناها النهارده؟ بي اف كي 1 فوسفوبروبكينيز 1، والذهب دايهيدروكسيستون فوسفيت، و بيب. بيب اختصار فوسفو اينول بايروفيت. يبقى ده كان اسمه فوسفو اينول بايروفيت وده اسمه اينول بايروفيت. سؤال،
اسمه ايه الانزيم اللي شال الفوسفيت؟ حطها على اي دي بي كون اي تي بي تاني اهو. دي شغله مين؟ كاييز. بيشيل الفوسفيت الهاي انرجي من المركب يحطها على اي دي بي يكون اي تي بي. كله يرجع هنا جنب كاييز يكتب يكسر او يكون اي تي بي. هو هنا كون اي تي بي يبقى اسمه كاييز. اسمه بايروفيت كاينيز. بايروفيت كاينيز بيحول فوسفو اينور بايروفيت لاينور بايروفيت. وده اخر تفاعل في البصويه. قبل ما اقول اخر تفاعل، التفاعل ده اللي شال ميه من 2 فوسفو جليسريت وكون فوسفو اينول. فوسفو اينول ولهذا سمي انزيم باينوليز. اينوليز. والتفاعل طبعا عبيط ما فيهوش فقد فهو ريفرسبل. كونت فوسفو اينول اللي فيه هاي انرجي ثم اينول بايروفيت ضاعت الهاي انرجي. السؤال هو بقى التفاعل ده ريفرسبل ولا غير ريفرسبل؟ انا عارف انك دلوقتي مش طايقني ومش طايق الدنيا كلها، بس هاند خلاص دقيقتين وافصل الفيديو. التفاعل ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ يا دكتور التفاعل ده حصل فيه انتاج طاقة. ده بالمناسبة تاني مرة اقول فيه حصل فيه عملية ايه؟ ها؟ سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يا دكتور حصل انتاج طاقة يبقى ما خسرتش، يبقى التفاعل عادي ايه؟ ريفرسبل. الإجابة والمفاجأة الغريبة جدا اللي دكتورة مآسر عاملها لنا إنه irreversible. يا دكتور ده أنتج طاقة irreversible إيه؟ والله irreversible. حد عنده تفسير ليه هو irreversible؟ في ناس هتقول إنه آخر واحد في البصيل، لا مش آخر واحد ولا حاجة، أنا ماشي على قاعدة. يبقى irreversible لو حصل نص، ما حصلش نص يبقى irreversible عادي، ده ما حصلش نص. تفسير ليه هو الريفرسبل؟ تفسير يا شباب ان الطاقه اللي كانت هنا، فاكرين مثال 100 دولار و100 جنيه بتاع الريسبيراتوري اللي ما سمعوش؟ واحد معاه 100 جنيه عايز يفكها فبيديها لي، اديته 10 ورقات ب 10 جنيه. واحد بيديني 100 جنيه عايز افكها له، اديت له 8 ورقات ب 10 جنيه. هل هو كده خد حقه؟ لا، انا اديته اقل من اللي انا من اللي هو المفروض ياخده. تاني ده 100 جنيه الهاي انرجي بوند، وانا مطلع على السهم 8 ورقات ب 10 جنيه. المقصود بالمثال الطاقه اللي كانت جوه الهاي انرجي بوند دي المفروض كانت تطلع على السهم اكتر من واحده اي تي بي. انت مطلع لي على السهم واحده اي تي بي. المنظر ان طالع طاقه على السهم، ولكن الحقيقه ان التفاعل ده حصل فيه ايه؟ لص. ليه تاني؟ ها الهاي انرجي بوند دي كانت المفروض تطلع اكتر من واحده اي تي بي، انت مطلع على السهم واحده اي تي بي. يبقى المنظر ان حاصل انتاج ولكن الحقيقه ان حصل لص. حولنا الفوسفورين البايروفيت لينو البايروفيت. اخر التفاعل ده المفروض هو خلص. اخر التفاعل دي حاجه عباره عن اعاده توزيع الذرات. بص كده، عيد توزيع الذرات كده، عيد معايا توزيع الذرات. هو المفروض ان هو او اتش. ها بقول لك ايه، هات الاتش دي شيلها نزلها هنا، فنشيل الدبل بوند ايه؟ تبقى دي سي اتش 3. والاتش دي لما تتشال اقوم عامل ايه؟ دبل بوند. ده بايروفيت برضه، بس بدل ما اسمه اينول بايروفيت بقى كيتو بايروفيت. يعني ايه كيتو يا جماعه؟ يعني في سي دبل بوند او. التفاعل الاخير ده مش مهم، اعتبر النهايه بايروفيت وخلاص. وبكده يا جماعه خلصت. قبل ما اقول خلصت، انت عايز تقنعني التفاعل ده ريفرسبل؟ اه والله ريفرسبل. واحد يقول لي طب ما هو يا اخويا حصل انتاج اي تي بي على السهم وكان ريفرسبل عادي. هقول لك ببساطه، دي كانت 100 جنيه اديت للراجل 10 ورقات ب 10 جنيه. يعني عايز اقول لك ما حصلش خساره. هتقول لي طب وانا اعرف منين ان الهاي انرجي بوند الطاقه بتاعتها تساوي واحد زي دي ولا تساوي اكتر من واحد زي دي؟ دي المرة الوحيدة بس في المنهج كله. دي المرة الوحيدة بس في المنهج كله اللي قابل فيها هاي انرجي بوند طاقتها أعلى من واحد. يعني حتى لو طلع السهم واحد أنا خسران. يا عم لو طلع طلاق بس أنا خسران. مفيش مرة تاني في المنهج نقابل فيها هاي انرجي بوند تساوي أكتر من واحد. خلي بالك إن كده مرتين في البصوية حصل فيها سبستريت ليفل فوسفوريليشن.
عايز معايا استاذ، طبعا هو لسه في وقت للزيتون، بس عايز معايا دلوقتي نتذكر البصري كله بسم الله. اول حاجه معايا الجلوكوز تحول لجلوكوز 6 فاصفرها، ثم جلوكوز 6 تحول لفركتوز 6 حولها، ثم فركتوز 6 تحول لفركتوز 1 و6 فاصفرها، ثم فركتوز 1 و6 اتفك الى ذهب وجليسرايد كسرها. جت مشكله معايا مركبين غير بعض، انا هكمل مع مين؟ هكمل مع واحد بس. حولت الذهب لجليسرايد، كملت على الصبوره دي اكسبت الجليسرايد، نزعت هيدروجين من هنا وهيدروجين من فوسفيتا على نات، كونت نات اتش بلس اتش، بنزين اسمه جليسرايد 3 فوسفيت هيدروجينيز. عشان احل مشكله البواقي خدت الفوسفيت حطيتها، لما جيت احطها لقيتها بقت فوسفيتا مش عاديه، بقت هاي انرجي بوند. الهاي انرجي بوند دي عملت لي مركب اسيد اسمه جليستريك اسيد، واحد وثلاثه بيسفوسفو جليستريك اسيد. شلت الفوسفيتا من عند واحد حطيتها على اي دي بي كونت اي تي بي. فالمركب الكربونه الاولى بقت كربوكسيل، بدل ما هو واحد وثلاثه جليستريك بقى بس ثلاثه جليستريك. بعد كده سمينا العمليه اللي حصلت على السهم دي سبستريت ليفل فوسفوريليشن، سمينا الانزيم اللي بيكون اي تي بي او يكسر اي تي بي، يكون اي تي بي او يكسر اي تي بي كاينيز. شلنا الفوسفيتا من عند ثلاثه طلعناها عند اثنين، قاعده جديده ميوتيز، يحول مجموعه من الكربونه، الكربونه جوه نفس المركب، اثنين فوسفوجليسيريت شلنا ميه اتش من هنا واتش من هنا. هيطلع لك المركب ده اللي اسمه فوسفو اينول بايروفيت، بينزين اسمه اينوليز. الفوسفين بايروفيت جواه هاي انرجي، اعمل لي تاني سبستريت فوسفوريليشن على السهم بنزين الكاينيز يكون لي البايروفيت. حضرتك البصري دوت لازم تبقى فاهم انك ما بتحفظوش من اول مره ولا من تاني مره ولا من ثالث مره، انا ما بهزرش. البصري دوت حضرتك بتقعد تكتبه مره وتنساه، تكتبه مره وتنساه، تكتبه مره وتنساه. المهم عندي ان انت ساعه الفاينل تبقى تعرف تكتبه خلاص. ايه المعادلات اللي الدكتوره تجيبه لك يعني؟ تعال نستعرض كده المعادلات اللي جت على مدار السنين اللي فاتت. مره الدكتوره قالت لهم اكتب لي اول معادله في الجلايكوز، دي اسهل حاجه. انا بقول لك اكتب اول واحده خلاص. مره الدكتوره قالت لهم ارسم لي المعادلات الريفرسبل في الجلايكوز. هي كده عايزه اول معادله وثالث معادله واخر معادله. او صوره هنقولها لسه بعد كده انها تشاور لك على المعادله بلغز. ايه؟ لغز. تقول لك قول لي المعادله اللي طلع فيها ميه. دي ارسمها، هي عايزه بس الحته دي، يعني عايزه ده داخل وده خارج وميه على السهم. شكرا. قول لي المعادله اللي طلع فيها على السهم اي تي بي. دي بقى بعد كده العاب معادلات او العاب اسئله الرسم، انك تعرف تجاوب الاسئله كلها اللي على البصويه. بس الاول اصلا بسم الله النهارده كده تعرف تفهم البصويه، انت كده حاولت تفهم معايا البصويه. البصويه ده بيجاب من مره والثانيه والثالثه. ان شاء الله هينزل لها زيتونه ثاني بعد كده. الزيتونه دي هتثبت لك البصريه اكتر واكتر. في صوره انا عاملها من دفعه 39، رسم البصريه بصوره كويسه جدا وبالوان ومخرج كل حاجه ومدخل كل حاجه، هحاول ابقى انزلها لكم مع الفيديو ده ان شاء الله على التليجرام. ان شاء الله يا جماعه الكورس بتاعنا في السي بي اس بيبقى اغلبه بالمنظر ده. الكورس بتاعنا بيبقى اغلبه هيبقى معاكم ان شاء الله اغلبه اونلاين ان شاء الله. هيبقى في بعض الحصص بس هي السنتر، علشان انا محتاج في الاسبوع اربع حصص تقريبا، اربع حصص في الاسبوع. انت معاك حاجه و20 حصه، الداتا بتاعت زمايلكم الدفعات اللي فاتت موجوده. اهم حاجه في الكورس معانا ان شاء الله يا شباب هو ان احنا بنتابع دكتوره مياسر في المحاضره، بنتابع دكتوره نسرين في المحاضره، بنشرح زي كتاب. بعد كل كميه حضرتك هتلاقي لك نازل لك زي الاسبيراتوري بنك اسئله فيه كل الاسئله اللي جت قبل كده، ام سي كيو، معادلات، انيوميريت. وهنا في الميتابوليزم بيبقى في سؤال مهم جدا اسمه اكسبلين او جيف ريزون، تحبه قوي الدكتوره مياسر. امتحان الفاينل بيبقى فيه سؤال واحد اسمه جيف ريزون، وسؤال واحد اسمه ارسم بالمعادله، وسؤال انيوميريت، وشويه ام سي كيوهات. دي درجات البايو بتبقى في الفاينل. فلازم تكون مذاكر البايو كويس قوي يا جماعه طول الموديول، لان الاسئله بتيجي ما بين السطور. انا ما بخوفكش والله، بس انت بص بعد كده في اخر الموديول على امتحانات السنين اللي فاتت، هتلاقي فعلا الامتحان عايز حد مذاكر بايو كويس قوي. اللي مذاكر كلابي اللي مذاكر كلابي في البايو والله 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 من دفعات اللي قبل كده بيعاني جدا. وبعد كده بيبقى عايز اي اسئله مشهوره يخش يحل بيها اسئله الريتن وخلاص، انما بتضيع منه اسئله كتير في ام سي كيو او جيف ريزون عشان اسئله جايه من السطور. ابدا من الاول، احنا بادئين بدري جدا اهو، ابدا من الاول معايا توكل على الله، وزيك زي كل الدفعات الحمد لله بفضل الله من اول 38 39 39 في السي بي اس. انا كان عندي 130 واحد في الكورس جايب امتياز، بسم الله ما شاء الله، 130 واحد في الكورس في السي بي اس كانوا جايبين امتياز.
رغم ال 40 السنه فاتت كذلك الحمد لله ال 10 الاول في 5 من 10 الاول بفضل الله كانوا عندي في الكورس. توكل على الله، سيبها على الله، وان شاء الله الدنيا سهله مش صعبه ولا حاجه، بس انت اهم حاجه تابع معايا اول باول، ما تسيبش نفسك. لو سبت كميه كبيره في البايو اسبوع ولا حاجه هتلاقي نفسك بتعاني. الحصه دي لو ما ذاكرتهاش اول ما سمعتها ثاني يوم عايز تسمعها ثاني. طب ما ذاكرتهاش اول ما سمعتها عايز تسمعها ثالث. اي حصه تاخدها معايا اسمعها على طول. توكل على الله، ان شاء الله نبدا كورس مع بعض، نتفعل لكم برنامج وندوس بقى حصصنا على الايه؟ على الايزي جامعه ان شاء الله يا جماعه. السلام عليكم.